السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في الحلقة 10 من برنامج حافظ على صحتك. اليوم 10 رمضان هو كذلك 5 يونيو. 5 يونيو اليوم العالمي للبيئة. العلاقة ما بين الصحة والبيئة واضحة، ولكن ما فيها بس نعود نذكروا بعض النقاط مهمة في هذه العلاقة ما بين الصحة والبيئة. الأمراض اللي سنعيشها في العالم تختلف على حسب البيئة اللي كنعيشوا فيها، وتلقاو انه كاين اختلافات كبيره ما بين الناس اللي عايشين في المدن الكبرى مع الناس اللي عايشين في القرى، ما بين الناس اللي عايشين في دول متقدمه والناس اللي عايشين في دول اللي في طور النمو او دول فقيره اللي ما عندهاش الماء بصفه عاديه او ما عندهاش ظروف العيش اللي تتناسب. كذلك تنلاحظوا انه كاين اختلاف ما بين الامراض اللي كانت في العصور اللي قبل منا وما بين القرن الماضي والامراض الحاليه اللي بانت باختلاف البيئة اللي تنعيشوا فيها. كاين في الفترة الأخيرة استعمال مواد جديدة، تنسمعوا دائما كاين مواد مسرطنة، كاين مواد اللي تقدر تضر بالإنسان، وكاينين في المقابل بعض الأمراض اللي اختفت نهائيا مع مر السنين لأنه البيئة المناسبة لتطور هذه الأمراض ما بقاتش كاينة. إذا الارتباط ما بين البيئة والصحة أمر واضح. هذا ما جعل انه المنظمة العالمية للصحة تسميها اختصارت مصطلح الصحة البيئية او الصحة العامة البيئية باش تحدث على كل ما يربط ما بين الصحة والبيئة. يمكنني نختار في حلقة بحال هذه انني نتكلم على المصائب اللي تتسبب فيها عدم الاعتناء بالبيئة وتغير المناخ الى غير ذلك، ونمشي بنظرة تشاؤمية. ويمكنني نختار منهج اخر هو اننا نشوفوا شنو تدار حاليا من اجل الحفاظ على البيئه، شنو تدار حاليا من مجهودات على مختلف الاصعده باش نعتناو بهذه الصحه البيئيه وباش تطور الى الامام. هذا المنهج الثاني هو اللي اختاريت اليوم، وغنكلم لكم عليه من خلال المنطلق ديال مدينه فاس، لانه هذه المدينه فيها نموذج لبعض التجارب اللي مشات للامام الحمد لله في مجال الصحه البيئيه. يمكن لي نتكلم على بعض المتدخلين مثلا. نبداو مثلا على الجماعه، على مستوى الجماعه كاين قسم حفظ الصحه البيئيه والصحه او البيئه، واللي فيه بعض المصالح التقنيه والمصالح الطبيه الاجتماعيه اللي تهتم بهذا المجال ديال البيئه. وفي هذا المجال قسم حفظ الصحة مثلا يعتني بأنه يشوف أن الأغذية تكون ملائمة ولا تكون مطابقة للنصوص القانونية إلى غير ذلك، الاحتفاظ بها في ظروف ملائمة إلى غير ذلك، ولكن تهتم كذلك بالماء وجودة المياه من الأهداف ديالو. تهتم كذلك بالحث على المحافظة على البيئة على المستوى ديال المصانع والمعامل إلى غير ذلك. هذا كله تبين الاهتمام على مستوى الجماعة بالمجال البيئي والارتباط ديالو بالمجال الصحي. يمكن نتكلموا على المختبر الإقليمي للتشخيص الوبائي والصحة البيئية، وهو مختبر اللي كاين على مستوى مدينة فاس تابع لوزارة الصحة، واللي كان هو اول مختبر على الصعيد الوطني اللي حصل على اعتماد سنه 2013 اعتماد ايزو اللي تثبت انه مختبر قادر على القيام بالتحليلات الدقيقه في ظروف ملائمه لمعايير الجوده. وهذا المختبر تمكن انه مثلا المستنقعات اللي محيطه بمدينه فاس اللي فيها المياه واللي هي تتنمو فيها البعوض ولا الناموس اللي تيقدر يكون سبب في العديد من الامراض، وتيديروا المراقبه ديالو وتيقدروا يتغلبوا عليه. اذا فيها ارتباط ما بين البيئه والصحه. تغير المناخ اللي وقع في السنين الاخيره واللي من المتوقع انه يزيد يتفاقم في السنين المقبله جعل انه الشتاء ما تطيحش في نفس الوقت بحال شحال هذه، الكميات تختلف، موجات الحراره اللي تجي الى غير ذلك، وجعل انه حتى العوامل اللي تدوزنا بعض الامراض خصوصا تكلمت على الناموس قبيله، تقدر يكون فترات ديال النمو تتغير، هاد الامراض تقدر تدوز في شي اوقات اللي ما معتادينش عليها. واذا هذه اليقظه الصحيه المتابعه عن كثب ديال هذا الناموس وديال هذه الامراض من خلال هذه المصالح ستكون مختلفه مع اختلاف العنايه ديالنا بالبيئه ومع اختلاف المناخ. على مستوى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس كاين مبادرات اخرى، ومن بين هذه المبادرات سنختار مبادره
ديال تدبير النفايات اللي هي على المستوى المحلي، واللي هنا كاينه المصلحه اللي تتعنى بفرز ديال النفايات، بتدمير النفايات الغير صالحه، واحتراما للبيئه من جهه، واحتراما كذلك لصحه المواطن، لانه هذه النفايات اللي الى ما تمش التخلص منها بطريقه ملائمه تتقدر تشكل خطر على الناس، والخطر على الناس اللي يقدروا يمشيو يقلبوا عليها في المطارح، واللي تيقدروا يكونوا يتقاصوا بشوكة، ولا يتقاصوا بالدم، ولا يتقاصوا بغير ذلك. اذا الحمد لله بفضل هذه المبادرات هذه اللي تمات، ما بقاتش امكانيه ديال انه هذه النفايات توصل لشي بلاصه يمكن يقدر يكون فيها المواطنين او حيوانات اللي يقدروا يدوزوا هذه الامراض الى غير ذلك. اذا علاقه كبيره كذلك هنايا، واهتمام بالبيئه بصفه مهمه مع صحه المواطنين. الجامعه طرف مهم في مدينة فاس، نعرفوا أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله فيها أكثر من 100,000 ديال الطلبة، في عدد كبير من الأساتذة والناس اللي تيشتغلوا بها، وهذه الجامعة عندها كذلك اهتمام بيئي مهم، ومن خلال الأقطاب اللي نشأتهم جامعة سيدي محمد بن عبد الله نشأت قطبين، هما قطب الصحة وقطب البيئة، وهاد القطبين عندهم اهتمام كذلك بكل ما الأبحاث العلمية اللي تتكون عندها علاقة ما بين الصحة والبيئة، وتنظمات مؤتمرات وورشات، كاين فرق بحث حاليا، كاينين عديد من الأبحاث اللي تم النشر ديالها في مجلات عالمية اللي فيها كان اهتمام ما بين البيئة والصحة بمدينة فاس، لأن مدينة فاس عندها الخصوصيات ديالها، عندها مثلا سبو اللي تيدوز حدا مدينة فاس، وهذا سبو من أهم الأنهار اللي كاينة في المغرب، الطول ديالو 614 كيلومتر، من 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 بعد ديالو حتى المصب ديالو في المحيط الاطلسي تيستافدوا منه حوالي 9 مليون ديال المغاربه. اذا التلوث ديال واد سبو تيقدر يكون عنده عواقب على الصحة ديال 9 مليون ديال المغاربة اللي تيستافدوا من هذه المياه ديال مدينة سبو، سواء للسقي أو للشرب إلى غير ذلك. وكاين العديد من الأبحاث اللي تمات مدينة فاس من أجل تقليص التلوث البيئي لنهر سبو مثلا. من الخصوصيات كذلك ديال مدينة فاس أنه فيها صناعة تقليدية، والصناعة التقليدية تجعل أنه تنخدموا بعض المعادن اللي تقدر تكون سبب في بعض الامراض اذا كان التراكم ديالها، واذا كان ما كانش المراقبه ديالها. كذلك من غير المعادن كاين الناس اللي تيستعملوا الدبغ ولا باش الصباغه باش في اطار الدباغه، وهنا كذلك كاين العديد من الابحاث اللي تتبين العلاقه ما بين هذه الملوثات وصحة الإنسان، وكثير ما يدار باش أننا نحسنوا طرق العمل ديال هاد الناس اللي يخدموا في الصناعة التقليدية، وباش أنهم يخدموا في ظروف جيدة اللي كتحمي الصحة ديالهم، وبمراقبة اللي كتمكننا أننا نحميهم. غادي نختتم نقطة أخيرة اللي تتبين هذا الاهتمام ديال مختلف المتدخلين بمدينة فاس بالصحة وارتباط ديالها بالبيئة، أو البيئة وارتباط ديالها بالصحة، باش نتكلم على مؤتمر الأطراف بمراكش اللي كان في 2016 كوب 22، والكوب 22 عرف مشاركة ديال العديد من المتدخلين من مدينة فاس، من هاد المتدخلين جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ولكن كذلك كان اختيار مشروع ديال جمعية إسعاد، مبادرة الصحة ودعم التنمية. جمعية إسعاد اللي في مستشفى الغساني نشأت المركز الجهوي المرجعي إسعاد لعلاج مرض الكلي المزمن، وفي هذا المركز هذا تم احترام مختلف معايير البيئية اللي مكنتنا أن نحصلوا على اعتماد وعلى وثيقة تثبت أننا تنحترموا البيئة من طرف المنظمين ديال مؤتمر الأطراف كوب 22، وتم تقديم المشروع بمراكش على هامش هذا الانعقاد ديالو في نوفمبر 2016. هذا المركز اللي كاين في مدينة فاس واللي تيمكن من العناية بأكثر من 130 مريض في الدياليز، ولكن كذلك بالعديد من المرضى في المراحل النهائية من مرض الكلي المزمن أو المراحل قبل النهائية، فيه وسائل لإعادة استعمال المياه، فيه وسائل لتقليل من استهلاك الكهرباء، فيه وسائل لسقي الحدائق ديال المستشفى الغساني باش نتجعل منها فضاء
اللي يمكن يجيو له المرضى بصفه مستمره، لانهم الناس يديروا ديالي يجيو 3 مرات في الاسبوع، ويكون ويلقاو فضاء صالح لانهم يجلسوا فيه في ظروف تتحمي الانسانيه ديالهم وتتسمح لهم انهم ينتظروا العلاج ديالهم في ظروف جيده. فيه كذلك فرز للنفايات، فيه العديد من النقاط اخرى اللي ما يطول السرد ديالها، اللي جعلت انه مركز مرجعي كذلك في مجال المحافظه على البيئه. امثله كثيره قلتها، مازال امثله اخرى. الهدف دابا من المداخله ديالي في هذا اليوم العالمي للبيئه 5 يونيو 2017 هو اي واحد فينا يقول شنو يمكن لي ندير من اجل الحفاظ على البيئه، شنو يمكن لي ندير من اجل انني نحمي الصحه من خلال الحفاظ على البيئه. كاين ارقام هاتفيه اللي يمكن الواحد يتصل بها الى لاحظ شي حاجه اللي تضر بالبيئه من خلال مصلحه حفظ الصحه مثلا، اللي غادي نختتم بالرقم الهاتفي ديالها هو 05 35 61 52 05 05، واللي يمكننا نقول لهم هنايا كثروا الفيران، هنايا كاين الناموس اللي بواحد الصفه كبيره، هنايا كاين المستنقع الى غير ذلك، باش نحاولوا نحميو البيئه ديالنا وديال المواطنين بمدينه فاس وبالمغرب عامه. شكرا.